الو زاهر، ايه لك شفيق نايم مثل الدب، ما بعرف شو صار له، يمكن مخدرينه. طولي بالك يا الله. وامينه معناه الى علاقه بالقصه؟ شو بيعرفني يا زلمه، يمكن هي السبب بكل شيء صار. وسيارتك معنا هون كمان، خاطفينا فيها. الله يلعنهم. هاي المحقق، لا قولي بنتي، مشان الله حضرة المحقق لا قولي بنتي. سهيلة بدي بنتي. سهيلة الله طولي بالك بنتي. يا الله الله يخليك، بدي بنتي. سهيلة الله لا قولي بنتي. بدي بنتي. ايه اجى المحقق عمر. سهيلة الله يرضى عليك، طولي بالك. خذوا هدول وزعوا الدوريات بالشوارع، شو صار بالسيارة؟ عم ندور عليه. طولي بالك طولي بالك، يمكن أمينة لها علاقة بالقصة لأنه هربانة وما عاد لقيناها. الو، ايوه تمام. طيب طيب طيب، شكرا لك، لقينا الطيارة، شركة خاصة جابت لنا طيارة صغيرة، رح نطير فورا. يا الله بخيلة، ما كان لازم اتركها لحالها. كيف عملت هيك؟ الله يلعني الله يلعني. خليل خلص خلص خليل روق. شيماء نامت؟ ايه. يلا روحي لعندها لتقوم تفيق. طيب يلا. لا تحكي، مهما تحاولي صرت بين ايدي. طلعي فيني، قلت لك رح دفعك تمن كل شيء عم تعمليه. ما قلت لك ما رح تخلصي مني؟ استهونتوا فيني. عرفتي هلا مين انا؟ عرفتي هلا اني اقوى من هداك الحقير؟ ما هيك؟ شو رايك؟ قدر يحميكي شيء؟ هيا اخذتك من بيته. وينه؟ خليه يخلصك هلا، إذا قدر يخلصك. فكرك بلاقيكي ما؟ شفتي كيف لقيتك؟ أطول وراكي، رقبت كل خطوة لإلك، كل نفس تنفستي. ولا لحظة رحتي من بالي. أنا ما حبيت غيرك يا أمير. مصطفى مصطفى، أخذ لي الذهبات والمصاري كمان، أما مرتي عمي أحلام ما رح ياخدها. مصطفى أمر بردت. قلت لك روحي إلى هلا هون عم بستناك، تعا نلاي بسرعة بسرعة. هدول الوراق اللي عنا، سجل عدلي ونسخة عن الهوية، هدول الوراق اللي عطتنا اياهم.